الله يهديهم راه يلي قلت دابا بعد راه غيجي اللحم ولكن راه غيديروا لي خطاط ليهم هما الا كان شي نتيجه غير بحب داك اللحوم راه ما غيجيش عندنا وتلا جا عندنا راه غيبيعوا لنا بواحد الثمن تقريبا بحالو بحال هذا لا نقصوا نقصوك شي 10 دراهم ولا بحال اللي ما داروا والو باقي ما دخلش عندنا هنا في باقي ما دخلش الا كاين عندهم في القرنه الجديده هذه هذه القرنه اللي تفتحت فوق نادل الا عندهم هذا اللحم تما حنا راه باقي ما دخلش عندنا حنا دابا باقي خدامين باللحم ديال البلاد اش غادي نقول لك خصنا نشوفوا بعد هذا النوع ديال اللحم كي داير هو جاي مستورد ياك جاي من برا وكونجلي هذا 100% ما يكونش خدام لينا حنا موالفين هنايا في هذه المنطقه هذه خدام باللحم ديال البلاد ودابا الوقت شويه عرفات واحد الغلا من عندك من 2019 لهنايا القضيه شويه غاليه ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يدير تيتاول ديال الخير هادشي اللي فيه خصنا نشوفوا هذا اللحم كي داير ويجربوه الناس واش خدام للكليان واش ما خدامش ضروري خصو يتجرب ها هو اللحم جاي مستورد خص الجزائري يجربوه ويشوفوا هذا اللحم هذا واش مزيان لهم بالمقارنه مع اللحم اللي كانوا تيخدموا ايش لي هكا هما ما عندنا ما نديرو بها هكا هما صلحش لينا هنايا انا تجيبو مجمد ما تعرفو ديالاش حلال جيبها ما تعرفو ديالاش ما يمكنش نحنا ناخذوه وغليظ علينا هنايا وما نقدرش نقول لك على حسب الناس شنو تيبغيو على حسب الطلب كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغيش كاين شي هاد الناس اللي بغاو يعرفوا الحراك بغاو يعرفوا المغرب شنو طاري فيه سيمشيو للسوق وشرو بهيمه يديروا ذبحه في القرنه يديروا عمل حسبوا شحال تقام يديروا عمل يحسبوا شو اللحم شحال تقام ما هذاك اللحم اللي كيجيبوه من برا انا ما يصلحش لينا هذاك تيجي ديريك خصك تيجي مكونجلي خصك ديرو ديريك في الفريكو ما تخرجوش تخرج داك الطرف اللي غادي تبيع هذاك ما خصوش في الفريكو لا خرجتي خصك تبيعه ما تبيعش ما خصكش ترجعو كاع للفريكو شو كدير ليه واللحم غليل تعرفي 400 كيلو 600 كيلو 500 كيلو انا ما يصلحش لينا كان بو عجوز صغار عندنا كليان ديالنا تيجيو من الرباط تيجيو من حيريات تيجيو من الدار البيضاء تيجيو من طنجه عند الكليان ما يمكنش تعطيه واحد طرف فيه غير شويه 30 كيلو انا ما يصلحش لينا خير هذا كيدوه المدن الكبار يقدروا ياخذوا دون حيت المدن الكبار كاين الطيلات كاين القهاوي كما حنا ما يصلحش لينا هذاك الشيء انا الشغل غالي كل شيء طالع لي الدم كل شيء مقلق اللحم كيلو د اللحم 110 درهم اش فيه اللي عنده 4 دراهم ولا 5 دراهم اش غيدير ليه والدوام هذا البطاطا غاليه البطه غاليه البصله غاليه كل شيء غالي ما عاد اللحم ما يقضي بنادم الدرويش ما عنده ما يدير باللحم يشوف تاعي يمشي يقلب على شويه العدس شويه اللوبيا يجي عندك اعطينا شي عظيمات مستورده باقا ما جاتش مجمده ما يبغيوهاش يقول لك قديمه عندك السهل هادي تقول لك قديمه ما تصلحش لينا تيبغيونا اللحم جديد مغاربة تيبغيو اللحم يكون مدبوع جديد تيبغيوش اللحم قديم قديمة يدي الكاموس ديال شحال من عام ويا تيبغيوش هما جابونا داك ديال البرازيل ما تيبغيوش تيبغيو اللحم ديال البلاد ديال البلاد بنين وكلشي هذاك ما فيه لا بنا لا تاع يصلحك في تهاب انا نتمناو يجيو نقص الثمن وداكشي ولا اني ما يجيبوش لينا هنا ما يبغيوش لينا هاد العوانت العاديين يبغي سوبر مارشي عسكر هادي ما يبغيوش لينا سوبر مارشي مرجع ماكرو وداكشي كيبغيو اللحم مجمد هنايا حي شعبي ما يبغيش اللحم مجمد تيبغي جديد في نهار ما عرفنا واش ينقص ولا لا كانوا ياكلوا المغاربه راه ينقص ما كانوش ياكلوا راه يبقى ثمن